احنا وقت الفوتنج ايه، هل اصواتكم اتغيرت ولا لا؟ ابتدي بدكتور عمرو. انت كنت مدي انا كنت مدي كلينيدو في الاول. كلينيدو وانا لسه عاجبني الكلام بتاع الاي اي، لسه هنكمل في حاجات ما اتقالتش. كلام جميل، في مشكله شويه هنعرفها، هنسالك فيها في الاخر، هنعرف كل حاجه. انما انا هفضل مع كلينيدو. هيفضل مع كلينيدو دكتور عمرو. دكتور عمرو عوض الله مع كلينيدو. لا اروح للاستاذ ابراهيم. انا مع بوصله، بس ديفنتلي محتاج ان هو يبص شويه اكتر من الفيو اللي هو بيتكلم فيه، لان هو المفروض حته الكاستمر سيرفيس والكاستمر ساتسفاكشن سيرفيز دي كبيره قوي، والمفروض ان هو يشتغل عليها، مش ما تبقاش حته التكنولوجي بس اللي هو بيبص عليها. فصوتي ستيل مع بوصله، ستيل لسه مع بوصله. صوت الاستاذ ابراهيم مع بوصله. وائل. انا غيرت صوتي. غيرت صوتك؟ غيرت صوتي، ادي صوتي لكلينيتو. صوت يعني ابعد شيء كنت ممكن اتخيله، مش كده؟ بعد كل الاسئله والضحك يعني يعني بقطعه اصلا. اذا لما تقنع من اتنين من الكبار ده يعني شغل جامد. اذا صوت اخر لكلينيدو، وائل فخراني، عمر الصاحي. كان بوصله، هل سيبقى بوصله؟ هو ايوه، لو انت كسبت النهارده فانت اول حاجه هتعمله بال 250,000 هتروح تحطهم في سكيورتي. انا هغير رايي من عندك لعندك. اوكي. يا سلام يا كلينيدو. عمر الصاحي كلينيدو، وكده 4-1. فاضل امل. خلاص. لا، انت عارفه ان مفيش حسم، والواحد ممكن يغير 4 والاربعة يغير 1. لا انا كنت قلقانه بصراحه من المنافسه جدا، وان السوق فيه منافسين كتير، بس ارقام يعني الارقام بتاعت بوصله قلقاني جدا. يعني 400,000 في السنه النص اللي فاتوا معناه ان هو المفروض انت عملت بروجرس، بس لا انت لسه في حاجات كتير قوي محتاجه تتغير. معانا حد تاني عنده 9,000 دكتور، 300,000 300,000 مريض. فصوتي طبعا لكلينيدو. وده تغيير كامل عن الجوله الاولى على فكره. وعلى فكره دي مش النهايه، لسه في الاسئله الحاسمه، وهو ده برنامج الفرصه، كل لحظه فيها تغيير وكل لحظه الاصوات بتتغير.